السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الراية القطرية فريرا بعد العبور الكبير من جدة، كنا الأفضل ونستحق التأهل. في الوطن القطرية الدحيل جاهز لكسر العين. في الشرق القطرية سعود بن خالد مستمر مع الريان حتى نهاية الموسم. في استاد الدوحة القطرية نفاذ 50% من تذاكر نهائي كأس الأمير المفدى. في الراي الكويتية الأزرق يعاود التدريبات اليوم وحاكم ينضم لقائمة المصابين. في الصباح العراقية التفاؤل الحذر عنوان لقاء الصقور والعهد اللبناني. في الرؤية العمانية السويق ينتزع اللقب الرابع بطلا للدوري العماني. في الصباح التونسي عودة خليفة والعكايش للمنتخب ودعوة مجاملة للمحسني. في ماركا الإسبانية إمري نيمار سيبقى في البي اس جي وهذا أفضل له وللنادي. في فرانس فوتبول الفرنسية توخيل والتحديات الأربعة في باريس سان جيرمان. في الصانة البريطانية تشيلسي يريد بوكيتينو بديلا لكونتي في ستانفورد بريدج. في سبورتس بيلد الألمانية غوندوغان هذه حقيقة صورتي مع أردوغان. من العناوين إلى التفاصيل لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. رحلتنا مع الصحافة تبدأ من الدوحة التي تمت صحفها بالتأهل الهام لفريق السد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ماذا قالت الراية في منشطها الرئيسي؟ نتابع. العالم يضع أهلي السعودية في حجمه الطبيعي ويطير إلى ربع النهائي القاري. الزعيم أسعدنا والدحيل وعدنا. وفي عنوان آخر نقرأ أيضا بنيد يصل الأسبوع المقبل مساعدا لمدرب أم صلال. إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الفوز السدوي المؤثر في مشوار البطولة نقرأ من الراية. العالمي يضع أهلي السعودية في حجمه الطبيعي ويطير إلى ربع النهائي القاري. السد يبدع ويمتع في قلب الجوهرة. الزعيم يكتفي بنقطة التعادل لكنه كان يستحق الفوز بحصيلة وافرة. بنجاح الأفضل بالهدفين وتشافي أربك المنافسين بعرض رائع ومذهل. كيف كانت ردود الفعل عقب هذا التأهل المميز؟ الراية أيضا نقرأ منها هذه الصفحة. فريرا بعد العبور الكبير من جدة كنا الأفضل ونستحق التأهل. مبارك غانم نبارك لكل السدوية. بغداد بنجاح تأهلنا بجدارة ونهدي الصعود إلى جماهيرنا. بعيدا عن لقاء السد والأهلي والسعودي، الأهلي السعودي، صحيفة الراية سلطت الضوء على نشاطات اسباير في رمضان وكان هذا الحوار. نتابع. العنود المسند رئيس قسم الفعاليات بالإنابة تعلن التفاصيل في حوار خاص للراية الرياضية. برنامج حافل لمهرجان اسباير الرمضاني، 12 فعالية وأنشطة رياضية مختلفة تناسب جميع فئات المجتمع. الفعاليات والمسابقات تبدأ في 21 الجاري في مختلف ملاعب المؤسسة. نسعى لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي سليم. فعاليات لذوي الإعاقة والأطفال وأخرى لموظفي المؤسسة. أسباير زون أصبحت محطة مهمة لتجديد النشاط الروحي والبدني والاجتماعي. آخر صفحات الراية حملت معها إشادة بنجم السد تشافي هرنانديز، فماذا قالت يا ترى؟ نتابع.
أثبت للجميع أن عطاءه لا ينضب حتى وإن بلغ 38. تشافي أيقونة السد وعنوان إبداعه وتألقه. وفي عنوان آخر أيضا على نفس الصفحة، عملية منظار ناجحة لرئيس اتحاد الكرة أجراها في نيويورك. نغلق الراية ونفتح الوطن، والإشادة مستمرة بزعيم الأندية القطرية. البداية مع المنشط من صحيفة الوطن طبعا، سداوي يكايدهم. الوطن تطرقت اليوم إلى مباراة الدحيل والعين الحاسمة أيضا للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال. نتابع ماذا كتبت. يتطلع لتكرار سيناريو الذهاب اليوم، الدحيل جاهز لكسر العين، جدية البطل تقربه من بلوغ طموحه. آخر صفحات من الوطن نتابع منها تصريحات عن هذه المباراة. الطرفان أجمعا على ضرورة الفوز، مؤتمر ساخن لموقعة الدحيل والعين. جمال بالماضي لن نكتفي بما حققناه. زوران ماميتش، علينا أن نغير من تصرفاتنا. سلطان البريك، متحمسون لتأكيد فوزنا. إلى الشرق التي تصدر السد بطبيعة الحال عنوانها الرئيسي، وقالت في المنشط جوهرة الكرة القطرية. الشرق أيضا نقلت هذا التصريح لخليفة خميس نائب رئيس نادي الدحيل. نتابع. المساندة الجماهيرية ضرورية. عدنان العلي يرد على مدرب العين أيضا، الميدان يحميدان. صحيفة الشرق نشرت اليوم تفاصيل الحوار المطول للشيخ سعود بن خالد رئيس نادي الريان مع الزميل راشد المهندي في تلفزيون قطر، والمواقف جاء كالتالي. مستمر مع الريان حتى نهاية الموسم، أبرك الساعات إذا أسقطتني الجمعية العمومية من رئاسة النادي، مصيري بيد أهل الحل والعقد، ملتزم بالأمانة التي كلفت بها، مجلس الأندية لا فائدة منه ولا يلزمنا في شيء ولم يتشاور معنا، تباتا وسيباستيان مستمران معنا والرهيب ليس جمعية تعاونية، طلبات الجماهير ستجعلنا نلعب ب 62 لاعبا في المباراة الواحدة. جولتنا على الصحافة القطرية متواصلة، ونفتح الآن جريدة استاد الدوحة وآخر الاستعدادات لنهائي كأس سمو الأمير. اللجنة المنظمة تكشف عن آخر التحضيرات، نفاذ 50% من تذاكر نهائي كأس الأمير المفدى. خالد الكواري، تم توفير خدمات كثيرة للجماهير في النهائي. عبد الله الغانم، خطة لتنظيم حركة المرور بشكل أفضل. عبد الله الساعي، تدريبات الفريقين في استاد خليفة يوم الجمعة. استاد خليفة جاهز للحدث الكبير. قطار الصحافة القطرية سيتوقف عند العرب، واخترنا منها هذا الموضوع بمشاركة 23 دارسا من دول الخليج والعراق وفلسطين، ختام فعاليات الدورة الآسيوية لمحاضري كرة القدم. نغلق الآن صفحة الصحافة القطرية ومستمرون في قراءة باقي الصحف العربية، ونبدأ من الكويت وأبرز ما كتبته جريدة الراي صباح اليوم. البناي، نسعى إلى تجهيز اللاعبين قبل مواجهة الفراعنة. الأزرق يعود التدريبات اليوم، وحاكم ينضم إلى قائمة المصابين. من الكويت إلى عمان، ومن جريدة الرؤية نقرأ. السويق ينتزع اللقب الرابع بطلا لدوري عمان تل بعد رباعية ساحرة أمام السلام. إذا توج نادي السويق بطلا لدوري المحترفين العماني قبل نهايته بأربع جولات، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق السلام بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحقق اللقب الرابع في تاريخه. نذهب الآن إلى العراق ومتابعة لموقعة القوى الجوية والعهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي. نقرأ من جريدة الملاعب.
طريق المحافظة على اللقب القاري يمر بثلاثة خيارات، الصقور تتوق لمواصلة التحليق، والعهد يتسلح بامتيازات الضيافة. في التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن موقعة العهد والقوى الجوية اليوم لن تكون سهلة على الطرفين بعد نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الفريق العراقي بثلاثة أهداف لهدف، حيث يدخل القوى الجوية لقاء ملحاً بالذهاب في طول خسارة بفارق التأهل، فيما سلح الأرض والجمهور من أجل تعويض فارق الهدفين. نبقى في العراق، ولكن هذه المرة مع جريدة الصباح التي نتابع منها هذا المقال الذي جاء تحت هذا العنوان: مهمة الأزرق، بقلم كاظم الطائي، والذي تحدث عن موقعة القوى الجوية والعهد اللبناني في إياب نصف نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي. الكاتب قال: رحلة الصقور محفوفة بمخاطر عديدة في أرض المنافس، لكنهم الأقرب لعبور المضيف والانتقال إلى النهائي. العهد الذي يلعب في أرضه وبين جمهوره يسعى لتسجيل نتيجة مناسبة له تتيح له الارتقاء لختام كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب القارة وإزاحة صاحب اللقب عن طريقه في مهمة ليست مستحيلة، يستطيع من خلالها التفوق بهدفين نظيفين على الصقور وفي جعبته العديد من الأوراق الرابحة التي لم يستثمرها بالشكل الكامل في مباراته السابقة. ممثل الكرة العراقية يعرف جيدا صعوبة مباراة اليوم في بيروت وما سيمر به من ضغط الملعب الخاص بمنافسه وجمهوره، لذلك فإن الجهاز الفني يضع هذه الحسابات في خطته ويسعى لهدف مبكر يربك احتمالات الآخر ويزيد من فجوة تخلفهم بعدد الأهداف للوصول إلى كسب بطاقة التأهل بأريحية. إلى لبنان وجريدة اللواء اللبنانية، نتابع ماذا كتبت عن اللقاء المرتقب. العهد يخوض فرصته الأخيرة نحو النهائي الآسيوي بمواجهة العراقيين. في التفاصيل، نفت الجريدة تصريحات باسم مرمر مدرب فريق العهد والتي قال فيها إن فريقه لا يملك أي شيء ليخسره، لأنه سيدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وتعويض فارق الهدفين أو الهدفين في مباراة الذهاب. من لبنان إلى الأردن، والحديث مستمر عن كأس الاتحاد الآسيوي وحسم البطاقة الأولى للنهائي عن غرب آسيا، ونقرأ من جريدة الرأي: الفيصلي 0 والجزيرة 1 بنصف نهائي آسيا، ملامسة مجد. في التفاصيل، قالت الجريدة إن فريق الجزيرة الأردني اقترب من ملامسة المجد الآسيوي بعدما تفوق على مواطنه فريق الفيصلي بهدف في إياب نصف نهائي غرب آسيا، بعدما كان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب. وينتظر الجزيرة منافسه الآخر اليوم من خلال مباراة القوى الجوية والعهد اللبناني. نذهب إلى صحافة شمال أفريقيا، والبداية من تونس، ومن جريدة الصباح نطالع: قائمة المنتخب، عودة خليفة والعكايشي ودعوة مجاملة للمحسني. في التفاصيل، قالت الجريدة إن هناك أكثر من علامة استفهام حول القائمة الأولية التي أعلن عنها نبيل معلول المدير الفني لنسور قرطاج للمشاركة في مونديال روسيا. وأبرز علامات الاستفهام كانت حول غياب مدافع أولمبيك مارسيليا أيمن عبد النور في الوقت الذي تم فيه توجيه الدعوة لبلال المحسني، حيث اعتبرتها الجريدة دعوة مجاملة. كما تم تجاهل هداف الدوري البلجيكي حمدي الحرباوي مقابل عودة صابر خليفة وأحمد العكايشي. من تونس إلى المغرب، ونقرأ من جريدة المنتخب: مسلسل الحدادي ينتهي رسميا، لن يلعب أبدا للأسود. في التفاصيل، قالت المنتخب إن منير الحدادي فقد آخر أمل له باللاعب لصفوف منتخب المغرب بعدما أصدرت محكمة كاس التي لجأ إليها اللاعب حكما برفض التماس الحدادي بعدما سبق له اللعب لمنتخب إسبانيا، وبذلك يسدل الستار عن هذه القضية ولن يرتدي الحدادي قميص الأسود طوال مسيرته. نبقى مع المنتخب المغربية أيضا، وهذا المقال الذي جاء تحت هذا العنوان: هل اقتنع رونار بالكعبي؟
منعم بالمقدم وفي قراءة له للقائمة النهائية التي يفكر فيرونار مدرب أسود المغرب في الاستقرار عليها للمشاركة في مونديال روسيا، يعتبر أن المهاجم أيوب الكعبي هو من الأسماء التي سيستقر عليها رونار بطريقة نهائية. حرص رونار على متابعة أيوب الكعبي في السنغال في كأس الكاف، ثم تنقل لبركان لمتابعته أمام الهلال السوداني، وعاد ليلحق بالدار البيضاء ليتابعه أمام الرجاء. رونار متردد بشأن الكعبي رغم بعض التقارير التي طالبته بضمه، إلا أنه وحده من يملك السر إن كان هداف بركان سيسافر للمونديال أم لا، ورونار لا يريد أن يخطئ مع أي لاعب مثل الذين سبقوه. ختام جولتنا العربية اليوم من الجزائر وجريدة الشروق، نقرأ من إحدى صفحات هذه المجموعة من الأخبار. جابوا شوارع المدينة على متن الحافلة المكشوفة في أجواء رائعة، الأنصار يشاركون عناصر اتحاد بالعباس الاحتفال بالتتويج بكأس الجمهورية. وعنوان آخر نقرأه من نفس الصفحة، الجولة الثانية من دوري المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا، العميد والوفاق في مقابلة تاريخية لتضميد الجراح. صفحة أخرى من الشروق الجزائرية نقرأ فيها، تجاهل بودبوز وأوناس واستبعد هني، ماجر يعيد مبولحي وفيغولي وحليش إلى الخضر. جولة على الصحافة العالمية نبدأها من إسبانيا، ووجهة أندريس أنييستا المقبلة التي تحولت إلى لغز. موندو ديبورتيفو تطلعنا على جديد تصريحات النجم الإسباني، نتابع. أنييستا، علي أن أختار بين الصين أو اليابان. قائد البارسا لم يفصح عن وجهته المقبلة بعد، وقال إنه يفاضل بين خيارين. أنييستا الذي أكد رحيله في وقت سابق أضاف، هناك احتمالان يجب علي أن أختار أحدهما، الصين أو اليابان، والعائلة ستلعب دورا في تحديد الوجهة المقبلة. علينا أن نضع كل شيء في الميزان ونقرر الأفضل الأسبوع المقبل. نبقى في إسبانيا والتصريحات التي أطلقها مدرب البي اس جي بشأن نجم الفريق الأول، ونقرأ في ماركا، إمري، نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان وهذا أفضل له وللفريق. أوناي إمري الذي تأكد رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية مع نهاية الموسم تحدث إلى إذاعة كادينا سير الإسبانية عن مشواره مع سان جيرمان، وقال إن تجربته في باريس كانت إيجابية بشكل عام خصوصا على الصعيد المحلي. إمري سئل عن نيمار فقال إن اللاعب نفسه أكد أكثر من مرة أنه جزء من مشروع النادي الباريسي، وأعتقد أنه سيبقى في بي اس جي وهذا أفضل له وللنادي. خليفة إمري تنتظره مهمات ليست سهلة وفق فرانس فوتبول الفرنسية التي كتبت تقول التحديات الأربعة لتوخيل في البي اس جي. فرانس فوتبول قالت مهام عدة تنتظر الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، مهام رأت الجريدة أنها ذات أهمية قصوى وأحيانا خطرة، وحددتها بالتالي: ترتيب البيت الداخلي وإدارة النجم البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى مواصلة هيمنة الفريق محليا وبالتأكيد الفوز بدوري الأبطال. من فرنسا إلى إيطاليا والأبرز هناك نتابعه من صحيفة كوريري ديلو سبورت، مانشيني المدرب الجديد لمنتخب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للأزوري بعد كثير من الأخذ والرد حول الاسم الذي سيتولى هذه المهمة. الصحيفة الإيطالية رأت أن مانشيني تنتظره مهمة صعبة تتمثل بإعادة الثقة للمنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم 2018 التي تنطلق الشهر المقبل في روسيا. نذهب إلى إنجلترا والعنوان هذه المرة من صحيفة الصن البريطانية، تشيلسي يريد بوكيتينو بديلا لأنطونيو كونتي في ستانفورد بريدج.
المدرب البالغ من العمر 46 عاما قد يرحل عن توتنهام الصيف المقبل، وسط حديث عن خلاف مع إدارة النادي حول المبلغ المرصود للتعاقدات. الصن قالت إن مالك تشيلسي سيقوم على الأرجح بإقالة الإيطالي كونتي مباشرة بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل بغض النظر عن النتيجة، وسيبدأ مفاوضات مع بوكيتينيو لتولي الإشراف على البلوز اعتبارا من الموسم المقبل. نواصل مع الصحف الإنجليزية، إنما مع مقال في صحيفة الديلي ميرور تحت هذا العنوان: احذر أيها الريال، صلاح عاد أخطر من أي وقت مضى. الكاتب ديفيد مادوك رأى أن الهدف التاريخي الذي أحرزه صلاح في مرمى برايتون، والذي اختتم به أهدافه 32 في البريمير ليج هذا الموسم، أكد أنه لاعب هداف من الطراز الأول. الكاتب أكد أن الفرصة لا زالت سانحة أمام صلاح لكتابة المزيد من التاريخ هذا الموسم في إشارة منه إلى نهائي دوري الأبطال. الصورة التي رأيناها في الملعب عندما جاء كيني دالجليش لتسليم الجوائز إلى محمد صلاح، وكأننا شاهدنا صورا تختصر حكاية ملك يسلم العرش لخليفته. حسنا، ربما يقول البعض مهلا على هذا الوصف، فصلاح أنهى للتو موسمه الأول مع ليفربول، لكننا نقول إن الأهداف 32 التي سجلها النجم المصري تخطى من خلالها أساطير مرت على الدوري الإنجليزي الممتاز أمثال شيرر ورونالدو وراش وأونري ونيستلروي ودروغبا وغيرهم الكثير. كل هؤلاء عظماء، وقد يكون صلاح مثلهم يوما ما. صلاح هداف من طراز نادر، ليس هناك أدنى شك. بدأ بكتابة التاريخ في موسمه الأول مع ليفربول، وقد يكون له شأن في نهائي كييف أمام ريال مدريد في دوري الأبطال. حملة انتقادات قاسية تعرض لها نجمان المانشافت من أصول تركية مسعود أوزيل وألكاي غوندوغان بسبب صورة لهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. صحيفة سبورت بيلد تنشر التصريح التالي: غوندوغان يوضح طبيعة لقائه بأردوغان. الألماني الدولي ألكاي غوندوغان استغرب الحملة التي أعقبت نشر صورته مع الرئيس التركي، وقال: كان أردوغان في زيارة إلى لندن وقمنا بتقديم قميصين موقعين والتقطنا صورة معه. النجم الألماني ذو الأصول التركية أكد قائلا: لم يكن لهذه الصورة أي خلفية سياسية على الإطلاق، ولسنا جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس التركي. مشاهدينا، لقاءكم يتجدد مساء في قبل الطابع وغدا في نفس التوقيت مع جرايد. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله.